بعد الهزيمه من البايرن، استحملني شويه في الاسئله، انا عارف انك تعبان. بعد الهزيمه من البايرن، البعض شكك في النادي الاهلي، والبعض حاول يقول ان في مشاكل في الفرقه والاهلي محتاج شغل كتير، ويعني الناس قللت شويه من الفرق. رايك ايه في الكلام ده؟ وهل ده كلام منطقي، خصوصا ان انت خسران من افضل فريق في العالم تقريبا؟ لا خالص، الكلام ده يعني انا بحترم الكلام، النقد عامه بحترمه، واللعيبه كلها بتحترمه. النقد كده كده في نقد وفي ايجابيات. انت لما بتكسب ماتش كل الناس بتطلعك السما، لما بتخسر ماتش بتنزلك السما، حتى لو قدام بايرن، حتى لو اي حاجه. يعني الجمهور ليه يعني ليه حق علينا انه عايز يفرح والكلام ده كله، بس هو عامه يعني ماتش كبير زي ده، ماتش بايرن ميونخ، احنا عامه بنفكر في شغلنا بس. احنا خلصنا الماتش مباراه، خلاص بنفكر في الماتش اللي بعديه. اللي عايز يتكلم يتكلم، على يعني اللعيبه كلها بتحترم كل الناس والنقد وكل حاجه، احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. اللعيب بيفكر في الكلام ده مش هيبقى مش هيركز في شغله. احنا ركز، احنا حتى الايجابيات برضو على فكره ما يعني اللعيب ما يركزش فيها، ركز في شغله بس. كده كده ان النهارده معاك بكره مش معاك، انت تركز في شغلك بس وتعمل اللي عليك وتوفاك، وشوف الجهاز الفني بتاعك عايز ايه، النادي بتاعك وادارته، دي المنظومه بتاعتك اللي انت شغال فيها، ده اللي يهمك. جمهور يفرح احنا نفرحه، يزعل احنا بنزعل معاه، بس اهم حاجه انت بس فكر في شغلك، ما فكرش في مين بيتكلم وحش مين بيتكلم كويس. خد الايجابيات بالنسبه لك والسلبيات خليها ورا ظهرك، بس اهم حاجه امشي في طريقك، فركز بس في شغلك بس، مالكش دعوه باي حاجه خالص. في الاول وفي الاخر احنا بنعمل شغلنا والحمد لله. يعني اكيد ماتش كبير زي بايرن ميونخ، احنا ادينا اللي علينا واللعيبه عملت اللي عليها، وفي يا جماعه مدير فني بيقول لنا نعمل 1 2 3، احنا بنعمل 1 2 3 ونشتغل على كده. والماتش اللي فات برضو اللعيبه ادت اللي عليها وكانوا ملتزمين بالشغل الفني، والماتش الاولاني برضو بعد البطوله كلها النتيجه طلعنا بايه؟ الميدالية مهمة طبعا، الميدالية مهمة والحمد لله، وأهم حاجة يعني خدنا ثقة، خدنا خبرات، لعيبة لعبت في أجواء كويسة جدا في أكبر بطولة في الأندية، أكبر بطولة في كأس العالم الأندية، بالنسبة لهم حاجة كبيرة وبالنسبة لنا حاجة كبيرة، وأهم حاجة طلعنا بإيجابيات كتير الحمد لله.